السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة جايين مع بعض فيديو جديد، هو شرح حاجة بسيطة جدا لازم نكون واخدين بالنا منها يا شباب، علشان نكون متفقين على حاجة مهمة جدا. في بعض الناس بتخش تسألني حتى على السوشيال ميديا عن حاجات انا دلوقتي هقولكم عليها يعني بالترتيب. رقم واحد يا شباب، البروجكتات اللي انا بعملها دي جزء منها كبير جدا بيتم بيعه، بتتباع يعني. فالموضوع كله انا لما باجي اوفر لك التصميم على القناة، بوفر لك الملخص بتاع التصميم، وفي نفس الوقت بوفر لك نفس الشكل اللي هيطلع من التصميم اللي بيتباع. لكن الفرق لما بيكون في تصميم بيتباع يا شباب، بتكون المشكلة مش مشكلة الليارات او الكلام ده كله، لكن المشكلة لازم يكون في نظام زيادة عن كده، علشان خاطر اللي هيشتري مش هيتفرج على شرح ازاي يظبط ده. فانتوا يا شباب علشان نكون متفقين، انا مش هينفع ارفع اي بروجكتات على القناة، لان البروجكتات دي خاصة ببيع التصاميم بخلاف القناة نفسها، وانا بشرح فيها التصميم بطريقة تانية وبمجهود اقل، مش هياخد منك ليارات كتير. التصميم لما بيجي يتباع يا شباب، انا مثلا لما اجي ارفع بعض التصميمات على فريبيك نفسها اللي بتشتري منك التصميمات، عشان بس تكون فاهم حاجه زي كده، بخلاف ان انت ممكن ترفع 10 تصميمات كمثال. انا هرفع كمثال 10 تصميمات مثلا، وال10 تصميمات دول بيتم بيعهم، دي حاجة مهمة لازم انت تكون فاهمها. لو ال10 تصميمات اتقبلوا خلاص تمام، وبيبدأوا ان هم يشتروا مني ال10 تصميمات كده على بعض، هم يبيعوهم براحتهم بقى بالثمن اللي هم عايزينه، بدل ما يتخصم مني فلوس بناء على السعر اللي انا ببيع بيه، اذا كان $5 او الكلام ده كله او اكتر يعني. فالموضوع كله يا شباب بيتلخص في حاجات بسيطة جدا. الحاجات البسيطة دي هي ان انا بلخص لك التصميم. ف اتمنى ان انت ما تطلبش مني بروجكتات، لو انا شايف ان في بروجكت انا لازم ارفعه هرفعه طبعا، لكن اتمنى ما تطلبوش مني، لان ده خاص بالشغل بتاعي انا، يعني خاص بالربح بتاعي انا الشخصي، ملوش اي علاقه بالمحتوى. انا حتى الان يعتبر ما باخدش ارباح من القناه بتاعه اليوتيوب، تفاعل عليها قليل جدا، فدي طبعا حاجه مش هتساعدني ان انا ارفع عليها بروجكتات تماما، لان لو اترفع عليها اي بروجكت مفيش اي منصه هتقدر تاخد مني التصميم، او هترضى تاخد مني التصميم نفسه، ان هم بيخشوا شيكوا على كل حاجه اللي على السوشيال ميديا. فدي حاجة لازم انت تكون فاهمها. انا حاولت اوضح الموضوع ده، ان في ناس كتير جدا سألتني عنه وبيطلبوا مني بروجكت ان انا انزله كله. انا يا صديقي بعلمك المحتوى، وبعلمك ازاي تعمل التصميم، مش بعلمك ازاي ان انت تعمل شيء، بعلمك ازاي تعمل التصميم، لكن مش بعلمك مسألة تانية، وهي ان انا اقول لك خد البروجكت وانت حط المنتج بتاعك عليه وخلاص. لا، انا يا شباب مش بعمل الشغل بتاعي بالطريقة اللي هي ان انت تنزل البي اس تي فري والكلام ده كله، لا تماما. الموضوع كله بيتلخص معايا في ان انا بعلمك ازاي تعمل التصميم بأي شكل من الاشكال اللي احنا بنشوفها. الموضوع كله ما فيه زي ما قلت لكم، مش ينفع ان انا ارفع اي بروجكتات تماما على المنصة، كل البروجكتات بيتم بيعها، فانت لازم تكون فاهم حاجة زي كده كويس. ولذلك حتى كل حاجة بتتغير، حتى الاسامي في التصاميم تتغير لما باجي ان انا استخرجها، علشان ما تكونش بنفس الاسم الاساسي بتاع التصميم اللي بيتم بيعه على منصات التصاميم. فبس كده، دي النقطة اللي انا حبيت اوضحها في الموضوع كله. زي ما قلت لكم، المشروع كله بيتلخص في ان القناة ما بتجيبش ارباح كويسة. لو القناة بتجيب ارباح جامدة وفي تفاعل عليها كويس، انا طبعا هبقى برفع البي اس دي عادي، مش هتقابلني اي مشكلة في ده، ومش هقلق من الخسائر، لكن انا حاليا ما فيش، فما تستناش مني اي بي اس دي، عشان ما اكونش بضحك عليك. انا بديك فعلا كل الملاحقات اللي انا بستخدمها، حتى بمنع حاجات بتبقى بفلوس اصلا وانا بوفرها ببلاش علشان خاطر المحتوى. فانت حاول تكون فاهم نقطة زي كده، وما تضغطش عليا في نقطة زي كده. انا بحاول اعلمك اكتر من ان انا ابيع لك شيء حتى ولو بدون مقابل. التعليم اهم من بيع الاشياء يا شباب. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو وصل لكم بعض المعلومات اللي انا عايز اقولها، واتمنى محدش يزعل مني، وياريت تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتسيب تعليق تقول لي فيه رأيك، واتمنى يكون التفاعل افضل من كده. وعد مني لو في تفاعل كويس جدا على القناة، انا هبقى برفع لكم بي اس دي كامل بتاع التصميم، وانت بقى تتعامل فيه براحتك. معاكو لينكات حساباتي على السوشيال ميديا موجودة في الديسكريبشن او في الوصف، تقدروا تبعتولي اي سؤال في اي وقت، وان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.